شكرا على قبول حضرتك دعوتنا عشان نستفاد من خبرة حضرتك. كنا بس في البداية حابين نعرف الطالب اللي بيتأهل خلاص ان هو يتخرج او ان هو خلاص هيبقى مشروع خريج، يعني ايه اللي ممكن يعمله علشان يقدر يشتغل في بنك او علشان يقدر ان هو يكون في الميزات اللي تأهله انه يشتغل في بنك؟ طيب الاول احنا طبعا فاهمين ان اللي احنا درسناه في الجامعه شويه بيبقى مختلف عن الحياه العمليه، كتير جدا من الشباب بيقع في المشكله ديت، بيتخيل ان دراسته في الجامعه هي ديت اللي هتكفيه للشغل في العمل والمصرف، الكلام ده صحيح، احنا محتاجين نأهل نفسنا ونشتغل على نفسنا طول فتره الجامعه ولما نتخرج عشان نجهز لسوق العمل، الموضوع مختلف جدا. مش كده بنطلب منهم من طول ما هم في الجامعه يبتدي ياخدوا كورسات وياخدوا تريننج، يشتغل على نفسه مثلا بيديله بعض النصائح زي اللي هو يخش ستودنت اكتيفيتي ودي بتنفع جدا في شخصيته، بتعمل له كاركتر، بيعرف ازاي يعمل برزنتيشن، ازاي بيعرف يشتغل في تيم وورك، ازاي بيعرف يشتغل تحت بريشر كبير جدا. بنطلب منه ان هو ينزل سمر تريننج كمان في الصيف، اللي هو لازم ينزل في بنك في شركه في مكتب يحتك بالناس في مده شهر في فتره الصيف ويلبس فورمال ويروح مواعيد الصبح بدري ويبتدي يتعامل معاهم. ساعات الجامعه كمان بتحط لهم مواد تدريبيه علشان يكبروهم ان هما يتدربوا ويبقوا اهلين اكتر لسوق العمل. بس ده اللي حصل فعلا، بعض الجامعات بتتاكد ان الموضوع ده مهم جدا، مش هي تبقى دراسه عمليه فقط طول الاربع سنين بتوع الجامعه وفي الصيف تسيب الطالب منفصل، لا بتحدد له ان هو في الصيف لازم يعمل سمر تريننج ولازم ياخد كورسات عشان يجي يعدي السنه اللي بعدها. ده فعلا نجاح من بعض الجامعات في مصر. انا بقول له لازم تاخد تريننج، لازم تعمل سمر تريننج، لازم تنزل ستودنت اكتيفيتي، ولازم تنزل حاجه مهمه بقى ثانيه خالص الانجلش. النهارده فكره ان انا يكون عندي لانجوج انجلش كويسه دي مهمه جدا. كل البنوك النهارده كل الناس بتكون تعمل قطاع مصرفي اول اكزام او اول امتحان قبل ما تخش البنك تست الانجلش. فهو يقول لك انا خريج مثلا تجاره انجلش، بس ده مش معناه انك بتتكلم انجلش كويس. انا كنت مدرسه انجلش، ده مش معناه انك بتتكلم انجلش كويس. دي حاجه ودي حاجه خالص جدا. ما ينفعش يعمل القصه دي بعد ما يتخرج، لا الكلام ده لازم الاولى والثانيه والثالثه والرابعه جامعه وهو بيشتغل على نفسه بياخد كورسات انجلش كتير جدا. كمبيوتر او التحول الرقمي اللي بيحصل في مصر او الديجيتال بانكينج او الحاجات دي كلها لازم يكون عنده نولج فيها برضه. في حاجات احنا بنقول له بليز حط لنفسك سي في وابتدي اشتغل عليه لان ده بلان من اولى جامعه لغايه ما تتخرج. بعد ما تتخرج اربع سنين بتلاقي نفسك عندك الدراسه بتاعتك جبت فيها تقدير كويس وخلصت الكليه وعندك حاجات تانيه حطيتها في البول ده من الانجلش من الكورسز تريننج من السمر تريننج نزلت في اماكن ستودنت اكتيفيتي دي خلاص خليتك اوريدي بتجهز لسوق العمل. معظم الوظائف البنكيه بتتطلب في سوق العمل ان الخريج يكون عنده سنوات خبره، ازاي يقدر الخريج يعمل يعني يكون في عنده وسيله ان هو يتخطى سنوات الخبره دي؟ ده بيفكرني دايما بالجمله الشهيره اللي احنا بنقراها على السوشيال ميديا او في الاعلانات، فكره ان انا عايز حد يستخرج خبره ثلاث سنين. ده نفس الكلام فعلا. هو قصده ايه بالجمله دي؟ او ايه الفكر اللي هو بيدور عليه؟ طول ما انت شغال على نفسك في الجامعه وطول ما انت بتجهز قدام الجامعه احنا بنعتبرهم بالخبره. فكره انت تتخرج وتروح تشتغل تاني يوم الصبح ديت احنا بنحتاج فريش جرادويت كتير. بس انت عملت ايه بقى في الجامعه؟ مش دراسه بس، مش تقدير بس. لا كل الحاجات اللي انا قلت لك قبل كده من انجلش من كورسات من سمر تريننج من ستودنت اكتيفيتي دي بتتحط في السي في بتاعك خبره، دي بتتحط في السي في بتاعك وبتتقل السي في بتاعك. لو احنا عرفنا ان الخبره اللي احنا محتاجينها تتعمل ايام الدراسه مش بعد الشغل او مش بعد التخرج او مش بعد اللي انت تخلص الجيش او بتاعت الشباب بعد الجيش او لو بنوت عندها خدمه اجتماعيه، لا الكلام ده كله بتحتاجه وانت بتدرس. لو عملت الاثنين مع بعض دي بتصقل السي في بتاعك. احنا دايما بنقول لو عدى 3 شهور من حياتك، المبدا ده مهم جدا جدا كل الشباب واولادنا، لو عدى 3 شهور في حياتك ومسكتش السي في بتاعك قطعته وعملت واحد ابديت ليه وحطيت فيه حاجه زياده كورس زياده ندوه حضرتها عملت سمر تريننج في حته معينه رحت حضرت قريت كتاب عملت حاجه جديده كل 3 شهور لو مشيت على المبدا ده في 4 سنين بتوع حياتك تخيل بعد الاربع سنين انت عندك سي في تقيل ازاي. ايه هي افضل الكورسات والمنح التدريبيه اللي حضرتك ترشحها للطالب غير الكورسز الانجليش واللي احنا قلنا عليها الانجليش والكورسز الكمبيوتر او الدورات التدريبيه اللي بتبقى في الجامعه ذات نفسها؟ في حاجه معينه هو الطالب بيحتاج ان هو ياخدها عشان يقدر ان هو يشتغل في بنك زي الكورسز اللي حضرتك بتقدمها في الاكاديميه مثلا؟ دي حقيقه بقى احنا دايما بنقول احنا عاملين كورسز متخصصه فور بانكينج سيكتور اللي هو التأهيل اللي عمل في قطاع المصرف. الكورس دي احنا عملناها بعناية جديدة جدا جدا فيها 7 فيديوز بتغطي كل ما ليه علاقة بالانترفيو او الاكزامز اللي هو بيحتاجها عشان يخش.
قعدنا مع كل زمايلنا وكل اصدقائنا في الاتش ار في البنوك وشفنا ايه طلباتهم، ايه المحتاجين في سوق العمل. ومن هنا ابتدينا نعمل ماده علميه نقدر نديها غير اللي هو خدته في الجامعه، ماده علميه من اول الاي كيو زي هاي كواليتي في الاي كيو ده مشهور جدا في هندسه البنوك، الايكونومي اقتصاد وتاني هندسه الاقتصاد، زي يكون عنده سي في بروفيشنال على لينكد ان مش السي في الورقي اللي احنا كنا بنعمله زمان وننزل نلف بيه، لا النهارده بقى عندك لينكد ان. الانترفيو سكيلز ازاي تبقى عندك تقعد تعمل بيزنس كده كده، ازاي تعمل انترفيو سكيلز، ازاي تعرف تتكلم. مش بقى البانكينج سيكتور بقى، ايه هي الادارات الموجوده في البانكينج سيكتور؟ ايه البرودكتس الموجوده في البانكينج سيكتور؟ التحول الرقمي والفيرتك والتكنولوجي الموجوده النهارده دي كلها لازم يبقى عندك معلومات عنها. كل ده موديولز بنحاول على قد ما نقدر نديها له في كورس كامل كبير جدا دبلومه كامله فور بانكينج عشان يطلع منها هو اوريدي عنده الخبره اللي انت كنت بتتكلم عليها من شويه، جاهز لسوق العمل، جاهز لو يخش اي اكزام يقدر بسهوله جدا جدا ان هو يتعدي المرحله الاولى والثانيه والثالثه لغايه ما يوصل لللاست انترفيو ويقدر يشتغل في الحته اللي هو بيحبها. لو حبينا ننقل يا دكتور خبرات حضرتك والتجربه بتاعت حضرتك للناس، ايه الوسيله اللي يقدروا يتابعوا حضرتك منها علشان ينقل لهم الخبره دي؟ انا موجود معاهم دايما زي ما انت قلتي، انا موجود معاهم دايما على السوشيال ميديا، بعمل كل يوم اجابات الناس يخشوا على الصفحه الشخصيه بتاعتي، انا عندي صفحه على فيسبوك وعندي جروب على فيسبوك وعندي على لينكد ان وعندي على انستجرام بيجز مخصوصه للشباب بنخش نتناقش معاهم ونجاوب على كل اسئلتهم. في نفس الوقت بننزل ندوات كتير جدا جدا في كل محافظه، عاملين جدول ان احنا كل اسبوع في محافظه من محافظات مصر بننزل نقعد مع الشباب، مش بس تريننج لا تبقى ندوات نتكلم معاهم فيها. ثالث حاجه بروح الجامعه، بننزل الجامعات كمان بنعمل مع جامعات ديلز اللي احنا ننزل للشباب عندهم في الجامعه وبنحاول ناخدهم بدري شويه اولى وثانيه جامعه نبتدي نقول لهم يشتغلوا على نفسهم ازاي، مش بنتخرجين بقى لا نبتدي نقول لهم من الاول نعمل. وعندنا يوتيوب شانل بنجيبها برضه بنطلع نعمل عليها برامج وبنستضيف بعض الرؤساء مجلس اداره البنوك او بعض الناس اللي ليها علاقه بالبانكينج سيكتور ونبتدي ناخد خبرات معاهم برضه نقول لهم ازاي نعمل في القصه. زي ما انت شايفه احنا بنحاول نوصل للناس على قد ما نقدر، اللي قاعد في البيت واللي بيروح له غدا عنده في الجامعه او كمان في لو في الوظيفه او في الشغل بتاعه. ايه اللي بيميز الكورسات اللي بتقدمها الاكاديميه عند حضرتك عن الكورسات الثانيه خصوصا ان هي مش بس متخصصه في البانكينج؟ احييك على السؤال ده، فعلا عندك حق، احنا بنحاول فعلا كل فتره ان احنا نجدد نفسنا. السوق اللي حوالينا فيه تغيرات كبيره جدا خصوصا في الطاقه الصافيه، انت دايما بتشوف اي حد فينا بيروح البنوك بيلاقي فيه تجديد كتير جدا، احنا كمان بنعمل كده، بنجدد نفسنا، وده ميزه من ميزات الوجود عندنا، اللي احنا قضيت كل شويه. اثنين، اللي احنا ما بنركزش بس على الحاجات النظري، لا، احنا كمان بنعمل اجزاء عمليه. الاجزاء العمليه دي احنا بنديهم ورك شوب جوه البنوك كمان. هو تريننج يعني هو بياخد نظري وبياخد محاضره وبننزله ورك شوب هو بنك من البنوك يقضي يوم كامل فيه يتعلم بقى اللي بيحصل جوه البنك كمان. ثالث حاجه ودي مهمه برضه بتميزنا فيها، بيبقى في مشروع تخرج لازم الشاب يشتغل في تيم ورك مع زمايله ويبتدوا يعملوا لنا مشروع تخرج، مش هيطلع بره الدبلومه ولا ياخد الشهاده بتاعته الا لما يكون اشتغل على مشروع والمشروع ده بيجي في اخر يوم بانل كامله من البنوك لاصدقائنا المشاركين معانا ويبتدوا يسمعوا ويعمل برزنتيشن قويه جدا ويبتدي يشرح لنا ايه اللي هو عمله كتطور مثلا ابلكيشن على الموبايل، حاجه على الانترنت بانكينج، حاجه على الموبايل بانكينج، ليها علاقه بالفينتك، ليها علاقه بالتحول الرقمي في مصر، يجاوب على لغه العصر اللي موجوده. وعمل القصه ديت ممكن بسهوله جدا يخش البنك بطريقه ثانيه، مش لازم يكون موظف، ممكن يخش بطريقه اللي هو صاحب فكره والبنك هو اللي ينفذها ويبتدي مشروع. كل الستارت اب بزنس، كل الناس اللي بتشتغل في فينتك، كل الناس اللي بتشتغل في الابلكيشنز موبايل، النهارده بنسمع ارقام كبيره جدا بتتباع الابلكيشنز بتاعتها. النهارده ما فيش حاجه اسمها انزل اركب تاكسي، النهارده قاعد في البيت باخد على الابلكيشن بيجي لي الفرايتي اللي انا عارف العربيه اللي انا هخرج بيها، لو عايز دليفري ما فيش حاجه اسمها امسك التليفون واطلب تليفون، حتى الباكينج النهارده بقى كل السوشيال ميديا او كل البلاتفورم بقت قويه جدا، هو بيشتغل كده. احنا اللي بيميزنا بقى مش اللي هو بياخد تريننج ابديتد، لا احنا كمان بننزله عملي كمان بيعمل ورك شوب. ثلاثه، اللي احنا بنعمل مشروع تخرج وبيحتك بسوق العمل في التكنولوجي الجديده. واربعه بقى ومهم الاجابه الاخيره اللي هتساليها، فكره ان هو مش بانكينج بس، احنا بنحاول نقول لا جوه المجال المصرفي دي عندنا حاجات كتير قوي، عندنا البورصه دي احد شركاتنا بنعلمه ازاي يبدأ عمل في البورصه، شركات الانشورنس ودي كتيره جدا في مصر خصوصا في الفتره الاخيره بقى عندنا حاجه اسمها بنك انشورنس، هو بقى في ديل بين البنوك والانشورنس وبيعملوا ديل مع بعض بيعملوا برودكتس مع بعض. الانشورنس بتحتاج كميه ناس شباب كتيره وقريبه جدا من المجال بتاعنا، بتكلم على شركات صراط
برضه دي من الحاجات بيخضع للبنك المركزي سنتر بانك اوف ايجيبت، وخضع للبنوك وبتشتغل نفس الشغل بتاع البنوك. شركات الاس ام ايز المشاريع الصغيره بتاعت الصغر، ودي بقت موجوده في الصعيد وفي البحيره وفي اسكندريه وفي القاهره، وبتطلب نفس المواصفات بتاعت البنكرز، وبتعمل نفس الائتمان ونفس الخطه الائتمانيه ونفس العملاء. كل دي شركات، وشركات المورجج، تمويل عقاري، شركات الاس ام ايز، الشركات اللي لها علاقه بالليزنج، كل ده مجالات بنوسع له فرصه ان هو يدور على وظيفه كريمه في المجال المصرفي. حلمك يبقى بنك، انا موافق جدا، بس جنب الحلم بتاع البنك ده في حاجات تانية كتير جدا ممكن نشتغل عليها توصلك للحلم دوت، او توصلك لمجال قريب من الحلم دوت. كل ده اللي بيميزني شويه عن القصه دي. لو رجع بحضرتك الزمن يا دكتور، هتختار نفس طريق العمل ولا لا؟ دي حقيقة طبعا، انا بعشق شغلي، ودي رسالة لكل الشباب، ان انت ما تشتغلش حاجة الا تكون بتحبها، ولازم تكون بتحبها جدا. انا من الشخصيات اللي بحب شغلي جدا جدا، ولو رجع بيا الزمن زي ما انت قلت مرة واثنين وثلاثة، برضه هشتغل نفس القصة، اشتغل في الباكينج سيكتور، اشتغل في التريننج، اشتغل في السوشيال ميديا. لا، انا بحب شغلي جدا، وشايف نفسي زي ما تكون بنحاول كل مره نجدد شويه في الموضوع ده. دي رساله بليز كل الناس، لو تشتغل حاجه وانت مش حابب تسيبها بكره الصبح على طول، وروح دور على حاجه اللي بتحبها. انا الحمد لله كان حظي حلو شويه، يمكن الاختيار كان مش مقصود، بس انا حبيته واستمريت فيه واشتغلت على نفسي فيه وكبرت نفسي فيه لغايه ما وصلت لغايه النهارده اللي احنا بقينا بنساعد الناس كمان اللي داخلين زينا. زمان ما كانش حد بيساعدهم ونقول لهم يمشوا ازاي. ازاي جات لحضرتك فكره الاستقلال وانشاء اكاديميه؟ ده امر طبيعي، ده سنه الحياه. لما بتشتغلي فتره في البنوك، انا قعدت حوالي 16 سنه بشتغل في قطاع المصرف، اشتغلت في ثلاث بنوك، كان لي الشرف ان انا اشتغلت في بدايه حياتي في بنك باركليز، وبعديها رحت البنك العربي الافريقي، ودي كانت من اسعد ايام حياتي في البنك العربي الافريقي، وبعدين خدمتها في بنك اودر، وكنت بالتيم اللي عمل لونش لبنك اودر مصر، وبعدين اتجهت للمعهد المصرفي اشتغلت فيه فتره كبيره جدا جدا، واساتذتنا كلهم هناك. وبعدين خلاص قلت بقى دي سنه الحياه، انت بقى يكون عندك يور برايفت بزنس، يكون عندك يور اون اكاديمي، يبقى عندك الرساله بتاعتك بقى اللي توصل للناس، تديهم بقى بعض النصائح، تديهم بعض الارشادات، خلاص كوتشنج بقى بمعنى الكوتشنج، وابتدي بقى افتح لنفسي بلاتفورم قويه اقدر اتكلم فيها براحتي، اخلي زمايلي كلهم موجودين معانا يعرفوا يتناقشوا معانا برضه في اللي بيحصل في القطاع المصرفي. فده انا بعتبرها سنه الحياه، لازم كده. ممكن تبتدي كموظف، وبعد فتره لو انت شايف نفسك تقدر انت توصل الرسائل بطريقه اخرى ما بقاش فيها وظيفه، هو انا طبعا بشتغل فيها طبعا. ايه هي اكبر نجاحات حضرتك في الاكاديميه يا دكتور، وايه هو المستقبل اللي حضرتك شايفه للاكاديميه؟ نجاحاتنا كتير، نجاحاتنا مثلا بتبتدي من اللي احنا بنتمرن في السنه ممكن يوصل ل 1000 و 1200 طالب. نجاحاتنا اللي احنا وصلنا اللي احنا بعدنا 5 برانشز بنغطي بيها محافظات مصر كلها النهارده. نجاحاتنا اللي احنا عندنا اكبر بلاتفورم على السوشيال ميديا بنتواصل بيها مع، وصلنا ل 120 الف موظف بانكينج بنحاول نتواصل معهم، وعملنا لهم يوتيوب شانل، وعملنا لهم جروب، وعملنا لهم بيج، وبنحاول نوصل لهم افكار ونكتب مقالات، وبنحاول نديهم برودكتس، وبنحاول نديهم حلول لبعض مشاكلهم، وبنحاول نديهم تريننج ليهم يحسنوا في المستوى. نجاحاتنا ان احنا عملنا ايفنتات كتيره جدا، اخرها كان ايفنت ليه علاقه بالشباب والرياضه مع وزاره الشباب والرياضه ومجلس الوزراء، وجبنا فيه اكتر من حوالي 3000 شاب في اليوم دوت، وعملنا فيه ايفنت وورك شوب وقعدنا نتكلم معاهم. نجاحاتنا اللي احنا بنحاول نطور نفسنا كل شويه، وبنعمل دلوقتي راديو شانل كمان فور بانكينج سيكتور، دي حاجه هنعملها ب 2022، ان احنا نعمل راديو تبقى اول راديو متخصص للبانكينج سيكتور، ونحاول نوصل بيه للناس برضه في كل البلاتفورم. نجاحاتنا كتير، انا ما بتقفش على حاجه معينه، بالعكس احنا طماعين ان احنا كل فتره نجدد من نفسنا، نوصل بطريقه اسرع شويه، نحاول على قد ما نقدر نكبر البيز بتاعنا على قد ما نقدر. المهم في الاخر رضا الناس، رضا كل الناس اللي شغالين في قطاع المصرفي، او الشباب اللي طمعان نفسه يخش قطاع المصرفي، نجهز له القصه دي، يبقى عنده بلاتفورم قوي يوصل للحلم بتاعه بسهوله جدا. هل الاكاديميه عند حضرتك بتقدم كورسز للي اوريدي شغال في القطاع المصرفي او في البنوك عامه؟ هو انا اوريدي شغال بس انا المفروض خلاص هقف كده، ولا هكمل اخد كورسات تانية عشان اطور من نفسي؟
طبعا بنشتغل كوربريت، بس عاملين اتفاقات كتيره جدا مع كل البنوك القطاع المصرفي، ندي تريننج لكل الموظفين، كلها حاجات معظمها سوفت سكيلز او حاجات ليها علاقه بالتكنيكال شويه، بنعمل القصه دي. نعمل تعاقدات ودي بتبقى كوربريت مع البنك نفسه، يقول لنا عندنا عدد من الموظفين في قطاع محدد هو محتاج يشتغل عليه. بيبقى في خطه سنويه فيها شغالين عليها ونبتدي نشتغل مع المعرض ده ونجهز له. او بنعمل ساعات بابليك كورسز للموظفين برضه حسب اداراتهم وحسب خبرتهم. مثلا في الاس ام ايز، في المورجج، حاجات كلها ريليتد للبانكينج سيكتور بيفهمها الموظفين بتوع البانكينج سيكتور، بيحاول هو ينمي نفسه لوحده بعيد عن البنوك. وعلى فكره البنوك ما بتبخلش على الموظفين بتوعهم في التريننج. عندنا بادجت كبير للتريننج، عندنا ادارات متخصصه في التريننج، هم كلهم اساتذه في الموضوع ده. في اخر اللقاء ما بيننا احب اشكر حضرتك على التعاون اللي تم بيننا بين التيميت اكاديمي وبين الاكاديميه عند حضرتك، وبشكر حضرتك جدا على وقت حضرتك وعلى الخبره اللي نقلناها للشباب من خلال اللقاء ده. ميرسي ياسمين، وشكرا جدا للتيم كله. ان شاء الله ما تكونش اول تعاون بيننا، يكون في تعاونات ثانيه كتيره جدا، وما تكونش اول لقاء في لقاء تفيد بيها الناس، ويكون التعاون زي ما انت قلت بيننا وبين الاكاديميه عندكم يكون مثمره قراراتها اللي هتساعد الشباب اللي هم بادئين حياتهم يعرف يوصل للحل اللي عايزه. شكرا جدا. شكرا جدا لوقت حضرتك.